أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يظهر على بعض القنوات الفضائية من مناظرات غالبا ما يكون أحد أطرافها من أهل السنة والآخر من أهل الزيغ؟ ومن المعلوم أن أهل الزيغ هؤلاء الغالب فيهم أنهم يريدون التلبيس على العوام. هذا حسب استعداد صاحب السنة اللي يناظرهم، حسب استعداده وقوته. إذا كان عنده استعداد وعنده قوة ويريد أن يفضحهم ويكشف زيفهم هذا شيء طيب، أما إذا كان ما عنده استعداد وعلومه قاصرة فلا يجوز أنه يدخل في هذا الميدان، نعم، لئلا يتغلبوا عليه ثم يصير هزيمة على أهل السنة، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.